بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2 المقرر على المستوى العاشر في كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في جامعة الملك خالد. طبعا النهاردة لسه بنكمل تصميم الستريب فوتينج ويز بيم. كنا وصلنا ان احنا جبنا اللودز لو تفتكروا، وجبنا الدايمنشنز، وبعدين قلنا هنصمم السلاب. في السلاب بقى خدنا كذا خطوه، جبنا اللود بتاعها، وبعدين جبنا الدايمنشنز بتاعتها، وجبنا الاستريسز بتاعها، وجبنا المومنت، ومن المومنت جبت الدي، وبعدين جبت مين، جبنا التشيك بتاع البانشنج، قلنا مفيش بانشنج، وجبنا التشيك بتاع مين، الشير. وكان فاضل لي اخر حاجه ان احنا نجيب الحديد بتاعتي او الاريا اوف ستيل. نجيب الاريا اوف ستيل ازاي؟ طبعا عندي المومنت بالشكل دوت، طبعا الحديد هيبقى فين؟ سفلي. فالاري اس بتاعتي عباره عن المومنت على الجي في الجي في الاف ييل، او لو انت عايز تشتغل بالايه؟ بالفيرست برنسبل ممكن نجيبها كده، لكن احنا شغالين كله بالجدول، يبقى الام اي على الجي في الجي في الاف ايه ييل. دي لازم اقارنه بمين؟ اري اس مينيموم اللي هي كام؟ 0.015% في مين؟ في الجي. جبت الحديد المينيموم او جبت الحديد بتاعي الاساسي، ابتدي اخد الكبير فيهم واختار الحديد على الا يقل عن كام؟ 5 فاي كام؟ 12 في المتر. طيب الحديد اللي في الاتجاه الثاني، ما احنا عندي القاعده اهي، وده مين؟ الكاميرا. والحديد بتاعي الرئيسي هنا، هل ما احطش حديد في الاتجاه الثاني؟ لا، كنا بنسمي الحديد ده اللي هو الاريا اس مين؟ سكندري. كنا بناخده قد ايه ده؟ بناخده 25% من الحديد. طب افرض انت خدت ال 25% من الحديد ده، هيبقى اقل من 5 في 12. لا، احطه 5 في 12. لكن لو كان الحديد ده كتير، باخد 25% منه واحطه في الاتجاه الطويل بتاعه. يبقى انا كده جبت الحديد في الاتجاه القصير وفي الاتجاه الطويل، بس الكلام ده كله لمين؟ للسلاب. كده انا خلصت تصميم البلاطه. مفروض ان الجزء الجاي نبتدي نتكلم على مين؟ على تصميم الكاميرا ان شاء الله. شكرا.